البنتاغون الأمريكي يعلن الحوثيون هاجموا مدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باتريك رايدر إن القوات الأمريكية شنت ضربات دقيقة على مرافق تخزين أسلحة داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحفي، هذه العمليات جاءت ردا على هجمات متكررة يشنها الحوثيون على سفن الشحن التجاري الدولي. وأضاف رايدر إن القوات الأمريكية صدت بنجاح لهجمات متعددة من الحوثيين استهدفت مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما في البحر الأحمر. وأشار إلى أن الهجوم تم بثمانية مسيرات وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، وقد تم إسقاط الصواريخ دون أن يلحق بالمدمرتين أي أضرار. كذلك نفى رايدر مزاعم الحوثيين بشأن استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن